معي في هذه اللحظات كابتن اسلام الشاطر واللي كان ليه باع طويل جدا مع النادي الاهلي في البطولات الافريقيه. كابتن اسلام برحب بيك وتعليقك على قرعه مباريات دوري الابطال والمواجهات الصعبه، المواجهه الاولى الاهلي والترجي التونسي، المجموعه الثانيه مجموعه ناريه. بص، هي مجموعة تانية صعبة زي ما انت قلت يا محمد، لكن هي في النهاية الفريق البطل ما تفرقش معاك كتير انت هتلعب مين، تفرق مع الجمهور، ولكن الجهاز الفني لو سألت كابتن حسام او كابتن سيد او اي حد من المجموعة اللي موجودة، كابتن سيد معوض، سيد عبد الحفيظ، احمد ايوب، طارق سليمان، هيقولوا لك ان احنا ما تفرقش معانا احنا هنلعب فين او مع مين. في النهاية يجب تحقيق البطولة، لان هي دي البطولة اللي الناس نفسها تشوفها. البدايه مع الترجي شايفها يعني بدايه جيده ولا كنت تتمنى الاهلي يبتعد عن مواجهه الفرق شمال افريقيا في دور المجموعات؟ والله انا بالنسبه لي زي ما قلت لك، يعني احنا دايما الجيل ده ما بيفكرش في هيلاعب مين، فبالنسبه لي انا تحديدا الموضوع ان انا هلاعب الترجي، هلاعب فريق اقل من الترجي، بالنسبه لي جوه مصر او بره مصر مش هتفرق كتير. كيف كان الحوار والحديث واللقاء بينك وبين جيلبرتو ومانويل جوزيه؟ كان جميل جدا، كان بقالنا كتير ما تقابلناش. انا مانويل، يعني مستر مانويل بشوفه كتير، لكن جيلبرتو ما شفتوش بقالي فتره طويله جدا، كان لقاء جميل جدا. هو جيلبرتو فكرته بحاجات كتير قوي، زي كان هو دايما لما بنيجي نعمل، لما بنخلص الماتشات كان دايما مستر مانويل بيخلينا نخش في التلج، نعمل تلج على رجلينا، فجيلبرتو كان بيهرب من الحاجات دي، ففكرته كان مستر مانويل يزقه يقول له انزل تحت، لازم تنزل، وفي الاخر كان بيعفو عنه يعني. جيلبرتو لسه في حالته البدنيه. ما شاء الله، هو جميل جيلبرتو، كل جمهور النادي الاهلي بيحبه وكل جمهور النادي الاهلي بيعشقه الحقيقه، فكلنا بنحب جيلبرتو يعني.